كان كنا عايزين نلتحق بالأكاديمية وكان في معطل ليها إن لازم نكون ناخد موافقة الأمانة العامة لوزارة الدفاع الحقيقة معالي النقيب إحنا بنشكره لانه هو صاحب الفضل في هذه الدورات اللي هو أرسل خطاب رسمي إلى الإدارة العامة للأمانة العامة للقوات المسلحة لوزارة الدفاع وافقوا أن المحامين تلتحق بالدورات ولولا هذه الموافقة لما التحقنا بهذه الدورات فكلنا سواء أنا أو كل اللي اشتركوا في الدورة بنشكر معالي النقيب على اهتمامه بالتحاق المحامين بالدورات ثم اهتمامه ومتابعته وخدماته اللي قدمها للدورة وللمحامين اللي في الدورة يعني خصص اتوبيس خاص بيوصلهم اه طلبوا منه طلبات كتيرة جدا حقيقة ما تأخرش ولا مرة فيها انا بقول ان الدورات دي بقول الناس كلها مش للمحامين بس دورات ما كانش حد فينا متوقع ان فيها علم كبير جدا العلم ده احنا ما لا في كليات ولا في مدارس ولا في كتب فاحنا فوجئنا بكميه من يعني مثلا في دوره الاستراتيجيه والامن القومي شفنا يعني ايه امن قومي والامن القومي ده متفرد له جهات كتيره مش امن قومي بس لا ده في امن في كل مكان امن القومي في الجو وفي البحر وفي كل مكان ما كناش نعرف يعني ايه امن قومي كلنا كلمه امن قومي كان مفهومها العام عندنا لكن المفهوم بالشرح وبالتدقيق ويعني امن ويعني استراتيجيه وامتى تبقى الموضوع ده فيه استراتيجيه وامن قومي موضوع خطير جدا انا لو قعدت احنا خدنا اسبوعين بناخد الدورات في ال... في الاستراتيجيه والامن القومي، واسبوعين بناخد في الازمات. طيب يعني دي لو لو الامن القومي ده كلمه تساق وكلمه تقال وكلمه تشرح ما كناش خدنا هذا التوقيت الكبير محاضرات بناخدها بالاربع ساعات كل يوم، محاضرات من اكفأ المحاضرات الواحد يسمعها في حياته سواء من جنرالات الجيش المصري العظيم وانا بشكر قائد بهذه المناسبه بشكر قائد الاكاديميه سياده اللواء اركان حرب شريف فهمي بشكر قائد كليه الدفاع في الاكاديميه سياده اللواء اركان حرب بهجه محمد فريد الحقيقه احنا عندنا عمالقه انا بقول لكل الناس مش للمحامين بس اللي مش هيلتحق بالدوره دي في ناس مقدمه على الدوره دي لها ست شهور وسنه وما قدرتش تتحصل على الدوره دورهم ما جاش معالي النقيب لما ارسل الى وزاره الدفاع للامانه العامه فورا حددوا لنا مواعيد اللي احنا عايزينها فدي كانت طفره كبيره جدا وكانت حاجه جميله جدا ومش هتحصل تاني للمحامين عشان كده احنا خلصنا اول دوره دوره الاستراتيجيه والابن القومي خلصنا دوره الازمات واللي جايه صناع القرار لانك انت ما دام اتعلمت استراتيجيه وتعلمت امن قومي وتعلمت ازاي تحل الازمه اصبحت صاحب ايه قرار وصانع قرار فالمرحله القادمه هي ايه صناع ايه القرار ازاي بعد الاستراتيجيه وبعد الامن القومي وبعد الازمه وبعد حل الازمات تبقى صانع قرار عشان كده هيبقى كل محامي في الدوره دي اللي جايه هيبقى صانع قرار. يعني ايه صانع قرار؟ يعني قائد. المحامي هيبقى يتحول من محامي قانوني طبعا دي مش مش هنتخلى عنها ولا عن المحاماه، لكن هيبقى صاحب قرار وصانع قرار ودي حاجه انا بفتخر بيها. هي انا بفتخر كمان بكل اللي كانوا في الدور بالمحامين. كانوا مثال يحتذى به. هي انا بفتخر بيهم شخص شخص، محامي محامي ومحاميه محاميه. كانوا فخر لينا وكانوا عنوان صادق لنقابه المحامين امام القوات المسلحه وامام اكاديميه ناصر العسكريه العليا وامام الشعب المصري كله انا بفتخر باكاديميه ناصر بفتخر بنقابه المحامين بفتخر بنقيب المحامين بفتخر بالدورات اللي احنا تحصلنا عليها وبقول لكل المحامين اوعى حد فيكم ما ياخدش الدوره دي هيخسر كتير ان الدورات دي ممكن ما تعرفش تتحصل عليها بعدين والنقابه وفرت لك انك تقدر تتحصل عليها فاغتنم الفرصه وخد الدورات دي قبل ما تكون عايزها وما تلاقيهاش واشكركم النهارده مع انتهاء الدوره دوره اداره الازمات وفن التفاوض بنشكر معالي النقيب الاستاذ سامح عاشور اللي وفر لنا النهارده حاجة جديدة علينا وخاصة بنقابة المحامين وده كان البروتوكول الموقع ما بين نقابة المحامين وبين كلية ناصر العسكرية والحقيقة ده أول بروتوكول يوقع واحنا محظوظين عشان دي كانت أول دفعة تتخرج وتحضر دورة الاستراتيجية والأمن القومي والنهارده شاركنا في الدورة الثانية دورة إدارة الأزمات وفن التفاوض وإن شاء الله نشارك في الدورة اللي بعدها فالنهارده المعالي النقيب بنشكره عشان بيوفر لنا كل ما هو جديد آآ لزوم آآ المهنه مهنه المحامين لاستخدامها في المهنه وبيرفع الحقيقه من السمات الشخصيه والفن والمهنه بالنسبه للمحامي والادوات اللي بيستخدمها والحقيقه شرفنا برضو الاستاذ ماجد حنا وكان مشرف علينا في في الدوره وما سبناش يوميا كان معنا وبيتابعنا. انا بتقدم للشكر سياده النقيب سامح بيه عاشور والاستاذ ماجد بيه حنا على المجهود الرائع والوضع اللي احنا كنا فيه. بصراحه هم يسروا كل حاجه لينا. نشكر اداره الاكاديميه على حسن الاستقبال والضيافه. والمحامين ظهروا بمظهر لائق ومشرف لنقابه محامين مصر اما عن الاستفاده فبصراحه استفاده كبيره جدا خصوصا في دوره اداره الازمات والتفاوض اللي طرحت حاجات كتيره قوي هنستفيد فيها في الواقع العملي وازاي احنا كمحامين نستفيد منها في خلال الدوره دي اللي احنا فعلا ما كناش نتوقع كم المعلومات اللي احنا استفدناه وخدناه في الدوره دي حقيقي دور فعال كبير جدا ودور حافز لكل شباب المحامين ونقابه المحامين بوجه عام لان هنا المحامي بيقدر ان هو يتعرف على الحياه من منظور اخر بيقدر ان هو يدخل وزاره الدفاع اكاديميه ناصر العسكريه هنا بتساعد الشخص على تنميه القدرات والتسقيفات من خلال دوره الدراسات الاستراتيجيه والامن القومي ومن خلال ايضا دورة ادارة الازمات والتفاوض الشخص بيقدر ازاي يتعامل مع المشكلات ازاي بيقدر يسيطر عليها ويعرف نظام الدولة المحترمة الدولة ازاي بتقدر تتعامل مع الازمات الشخص ازاي بيكون شخص ناجح في حياته احنا بنتشرف اللي احنا اول دورة في دو في ادارة الازمات وفي الاستراتيجية طبعا نقابة المحامين وعلى رأسنا عضو مجلس نقابة محترم اسمه ماجد بحنا ونتشرف بنقبنا اللي هو تحنا اللي احنا نقدم في هذه الدوره العميقه. وجه الاستفاده احنا استفدنا حاجات كتير قوي من الاستراتيجيه والازمات واستفدنا من من القاده والاركان اللي بيدرسوا لنا الازمات والاستراتيجيه وماجد بيه حنا شخصيه طيبه جدا ومحترم وهو يعني اللي كان ماسك ال الدوره وهو اللي يعتبر المشرف العام عليها وراجل كان واجهه مشرفه لنقابه المحامين واحنا بنعتز بيه وبنعتز بالزملاء كل الزملاء المتواجدين معانا في قلب الاستراتيجيه واداره الازمات بنشكر معالي النقيب سامح عاشور انه اتاح لنا الفرصه بالتحاق بالدوره هنا بهذا الصرح العظيم اكاديميه ناصر العسكريه والاستاذ ماجد حنا عضو النقابه العامه بصراحه وبذل مجهود جامد جدا في الدوره دي والدوره اللي فاتت، الدوره اللي فاتت كانت الاستراتيجيه والامن القومي، الدوره دي اداره الازمات، احنا تعلمنا كتير جدا وسعيده جدا ان انا في المكان ده. طبعا عمالقه من المحاضرين سواء من كليات السياسه والاقتصاد، كليات الاعلام، لواءات اركان حرب من الجيش المصري العظيم اللي احنا بنفتخر بيه. فبصراحة احنا استفدنا استفادة عظيمة جدا من, من وجودنا هنا إدارة الأزمات علمتنا إزاي إن احنا لما نقابل أزمة نقدر نحلها بحسنا الوطني حتى لو أزمة لقيناها في في مجال شغلنا كمحامين لان احنا كمحامين بنتعامل مع اكبر فئه مع اكبر فئات المجتمع اذا تعرض عليها مشكله هتبقى سهل جدا ان احنا نقدر نحلها حتى لو ازمه واجهتني في حياتي الشخصيه ازاي اقدر احلها فبصراحه انا اكتسبت خبره جامده جدا بوجودي في الدوره دي وانا بدعو جميع المحامين ان هم يلتحقوا بالدورات في الصرح العظيم ده اكاديميه نصر العسكريه العليا وبدعو الشعب المصري كله انه يجي المكان ده وسعيده جدا بوجودي في المكان ده اولا انا احب اشكر السيد نقيب المحامين الاستاذ سامح عاشور وعضو مجلس النقابه الاستاذ ماجد حنا على توافر هذه الدورات اللي بتؤدي طبعا لرفع الثقافه لدى المحامي بتنمي الثقافه لدى المحامي ابتدينا الاول بدوره الدراسات الاستراتيجيه والامن القومي في اكاديميه نصر العسكريه العليا وبعد كده تابعت في الدوره الثانيه دوره اداره الازمات وفن التفاوض طبعا الدورات دي احنا بنستفيد فيها سواء في الحياه العمليه او سواء في النواحي الشخصيه عرفنا ان استراتيجية الدولة في الفترة الحالية وليكن هي التنمية ازاي بكرس دوري كمحامي في خلال استراتيجيه الدوله اللي موجوده حاليا باجي اندي بيت احنا بنشكر نقابه المحامين براسها القمه والقامه النقيب سامع عاشور بنشكره اولا على صدور قانون المحاماه اللي كان متبنيه كما نشكر اه الاستاذ الجليل ماجد بيك حنا عضو مجلس النقابه لما بذلوا معنا من عنايه وجهد اه لاتمام الدورتين الدورة السابقة والدورة الحالية كما أنه علينا من ناحية متابعة المادة العلمية وإصراره على أن يعني نأخذ المادة العلمية مكتوبة الدورة دي كانت دي بمثابة منارة للمحامي لأنها كشفت للمحامي بعض لان كان هناك بعض المغردين الذين يحاولون اثاره البلبله في الشارع المصري نتيجة الأحداث السابقة فهي كانت المنارة التي أنارت لنا بعض الخفايا الغير ظاهرة للعامة ولكنها كانت دقيقة التي علمناها من السادة اللواءات والسادة المحاضرين الذين وضحوا كيف كان الجيش المصري يقف وراء الشعب المصري لتظل مصر قامه وهي رائده العالم العربي كله. النهارده بنتشرف ان احنا اول دفعه تتخرج من اكاديميه نصر العسكريه في دوره اداره الازمات والتفاوض. لو هنقول الاكاديميه اضافت لنا ايه او الدوره التثقيفيه اضافت لنا ايه؟ لا هنقول اضافه كبيره هنقول ان في اكاديميه نصر العسكريه هنا بسميه ان في هنا كنز معلومات الكنز ده بيتمثل في وجود محاضرين من افضل المحاضرين على مستوى جمهورية مصر العربية من لواءات ذو خلفية عسكرية لوقات خبرة في مجال المخابرات في مجال المدفعية في مجال علم النفس في مجال المعرفة أكاديمية ناصر قبل ما خدنا المحاضرة كان شيء وبعد ما خدنا الدورة كان شيء تاني